عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة عشية الأوتاكو. في المقطع سنتكلم عن تحدي. التحدي هو عليك أن تحذر قنوات الأنمي عبر الإيموجي. فالفكرة جدا 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 جديدة في اليوتيوب، لن تجدها في أي مكان. وأيضا الفيديو هذا نزل قبل 3 أشهر أو 4، لكن تم حذفه بسبب الحقوق واليوتيوب. دائما اليوتيوب يحذف مقاطع، ما أدري ليش. المهم شكرا على كل شيء، على التفاعل، اللايكات، على التعليقات التحفيزية. شكرا من كل القلب يا أصدقائي. ولم يتبقى شيء على 10,000، فشكرا. قبل البداية لا تنسوا لايك واشتركوا القناة. يلا بينا. Cause he ain't got nobody to listen.